جون بولتون يتحدث عن الديمقراطية، بل ويقول إن تركيا أدارت ظهرها للديمقراطية، ويصف الرئيس التركي بالقائد المستبد. قبل أن نتطرق لدعواه المغرضة، لنتحدث عن جون بولتون وما الذي قدمه للديمقراطية. من هو جون بولتون؟ يوصف بصقر السياسة الخارجية، دعا لتغيير الأنظمة لا لانتخابات ديمقراطية، لا لإرادة الشعب، بل لتغيير النظام، كأحد المحافظين الجدد والمعلقين السياسيين على فوكس نيوز. بالكاد تلك مفاجأة، وكل هذا مجرد غيظ من فيض بولتون وسجله. تاريخ بولتون السياسي. بولتون أحد الشخصيات القليلة التي تزعج الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء، كما جاء في مقال لبوليتيكو: الجميع في واشنطن يكرهون جون بولتون. لماذا؟ تصريحاته وتصرفاته تحكي قصة غير ديمقراطية إطلاقا. عندما كان مبعوث الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، قال: لن يختلف الأمر كثيرا لو أن مبنى الأمم المتحدة ذا الطوابق 39 في نيويورك خسر 10 طوابق. بولتون كان أيضا أحد أهم القوى التي أنهت الاتفاق النووي مع إيران، مشعلا فتيل توتر وحرب محتملة في الشرق الأوسط. انسحب ترامب من الاتفاق النووي في 2018، وبولتون حينها يعمل كمستشار للأمن القومي الأمريكي. قدم بولتون الكثير للديمقراطية، لدرجة أنه فعليا مهندس احتلال أمريكا للعراق، احتلال تسبب في قتل أكثر من 1 مليون عراقي، وأدى لصعود داعش، وعمت بعده الفوضى في بلاد الشام. لا يبدو ذلك خيارا ديمقراطيا، رغم جذوره الممتدة من الطبقة العاملة في بالتيمور. نرجسية بولتون لا حدود لها، أمر تجسد في كتابه الذي كشف أسرار إدارة ترامب، إلى الحد الذي رغب ترامب نفسه في منع نشر الكتاب. كتاب آخر يسمى سيناريو الكابوس كشف أن ترامب كان يريد أن يقضي كورونا على بولتون. قليل من النحس، انتهى الأمر بترامب أن أصيب بكورونا وخسر الانتخابات، لكن على الأقل ربح بولتون في مبيعات كتابه.